أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى تفاصيل النشرة الثقافية من قناة الجزائر نيوز، ونستهلها بالموسيقى، حيث وزعت جوائز الموسيقى الجزائرية لسنة 2015 في حفل فني مميز بالقاعة البيضاوية بالمركب الرياضي محمد بوضياف، حيث سلمت الجوائز بعد تصويت الجمهور للفئات المختلفة في المسابقة. هذا فيما كانت الفنانة ياسمين عماري الفائز الأكبر في هذه الطبعة بافتكاكها جائزة أفضل ألبوم غنائي وأفضل أغنية للعام. ها هي الليلة التي يكرم فيها الإبداع، ليلة توزيع جوائز الموسيقى الجزائرية، تعود في طبعاتها الثانية لسنة 2015 لتكريم نجوم أبدعوا في مجال الموسيقى وأبهروا الجمهور الجزائري الذي صوت لهم وتوجهم بأوسمة نجاح. Bon, notre album vient de sortir il y a deux mois déjà. Bon, on ne s'attendait pas à, dans deux mois, on a fait un très très grand pas vers notre avenir du groupe. Ani farhan bzaf, je suis content parce que stenniitou chwiya w ma stenniitouch parce que kant concurrence kima yqoulou. Et voilà, je remercie les fans li votaw aliya. C'est grâce aux fans li lyom rani dit had le prix. Ils sont kima nqoulou hadi shajani bach tkoun el khedma el jaya inchallah ahsan w ahsan. من هذا العمل اللي عجب الناس وفوطوا عليه وديت به لو تروفي هذا. On est très content parce que on a beaucoup donné cette année. On a consacré à 100% حياتنا à la musique et je pense que ce trophée c'est le plus beau remerciement pour clôturer l'année 2014. On n'attendait pas la sélection, encore moins le prix, donc voilà, surprise totale. Mais c'est bien. Voilà, c'est encourageant. ياسمين عماري كانت الفائزة الأكبر في هذه الطبعة. تمكنت من افتكاك جائزتين، أفضل ألبوم غنائي وأفضل أغنية لسنة 2015. أنا جيكسبريم افيك مي مو افيك مي شانسون، جيكري مي شانسون بور لو بوبليك، وأنا حاجة اللي البلوز امبورتون سي حاجة اللي نخدمها تعجب البوبليك تاعي. جيسبر كو قال حاجة اللي نديرها تعجبكم إن شاء الله. نقول للجمهور الكريم اللي فوت عليا ميرسي بوكو، سي غراس افو اللي راني وصلت هذه المرتبة الأولى، وإن شاء الله في البروشان ألبوم غادي نخدم أكثر باش جو با فو ديسيفوار. إن شاء الله لو دوزيام ألبوم يكون عنده ثاني مرتبة شابة. رغم أن التتويج الحقيقي والنجاح الفعلي هو حب الناس، إلا أن مثل هكذا فعاليات تحتفي بالفنان وتكرم الإبداع تعطي دفعة قوية له. C'est encourageant comme je le dis, c'est vraiment c'est voilà, ça encourage à faire mieux et plus, voilà. Et voilà, et de travailler encore plus dur et faire de la qualité. Là, je viens juste de sortir de scène, j'ai encore le cœur qui bat très vite. Je suis très heureuse d'être là, j'ai pu interpréter mon premier single Ahwak. الموسيقى هي لغة عالمية ترسم هوية الوطن باختراقها حدود الجغرافيا، ومثل هذه المناسبات والالتفاتات هي من تعرف بالفن والفنان. وينضم إلينا في البلاتو أحد الفائزين في هذه المسابقة، نسيم الباي الفائز بجائزة أفضل فيديو كليب لهذه السنة. مرحبا بك نسيم، أولا مبروك عليك. يعطيك الصحة. ما تمثل رمزية مثل هذه الجوائز؟ مثل الخير عليكم. بون سو تروفي اللي ديناه البارح يمثل بزاف أمور، سا انكوراج باش نزيدو نافونسيو للقدام إن شاء الله بور افوار خدمة واحدة أخرى تكون خير من هذه. سي توجور انكوراجون هاد الأمور. بالتأكيد. في رأيك ما هو سر نجاح كليب كلام الخاينة؟ لو كليب بوتيتر كو سي ليدي، بالك سي ليدي الفكرة اللي درناه في كوخ، كان في كوخ واخترنا درنا سي كلش أنتيكيتي، كلش حاجة قديمة ترمز لحاجة قديمة، بالك هذاك هو لو شارم تاع الكليب اللي خلاه هي يدي البارح ميور كليب ألجيريان بور 2015. طبعا هذه المناسبات قليلة في الجزائر، ما هي أهمية مثل هذه المناسبات بالنسبة للفنان الجزائري والعربي بشكل عام؟ هذه كما نقول لك تخلي بين فنان وفنان انها تكون شويه هذيك الغيره الفنيه، يعني مش واحد يخدم على الاخر باش يكون فيها احتكاك فني. يعني شاهدنا في التقرير السابق ان هناك الكثير من اللغط اثير حول نتائج المسابقه، ما هو رايك انت كفنان وكفائز؟ كاين لي ناس مستخصين في هاد الامور، با انا نقول لك بلي اللي ما داهاش هاد العام ولا ما تنوميناش هاد العام يتنومينا العام الجاي، ما حبستش هاد العام ان شاء الله مازال تزيد تكمل. هذه الطبعه الثانيه، الطبعه الثالثه راح تكون متانه خير من الثانيه،
فوالا ان شاء الله. في الاخير ما هي نظرتك للفن الشبابي الجزائري الذي افتك الكثير من الجوائز في حفل البارحه؟ وي سي لا نوفا جينيراسيون اللي دات كلش البارح بس صافي بليزير باسكو كيما نقولوا عاود حيا الفن من جديد وطالما كانت الجزائر عندها كيما نقولوا فنانين اللي خلاو الموسيقى الجزائريه تلحق للعالميه وفوالا. شكرا جزيلا نسيم داي. في الاخير كلمه اخيره نشكر كاع لي فان تاعي لي فوطاو عليا باسكو سي غاس هما اللي لحقوني باش البارح ديت لو تيتر هذا. ان شاء الله نقول لهم باللي كيما حبيتوني انا ثاني نحبكم وتبعوا جديد ديالي ما رانيش راح نطول عليكم ان شاء الله. شكرا جزيلا وبالتوفيق في كل المشاريع الفنيه المستقبليه نسيم الباي. اما في موضوع اخر وفي سعي لاعاده الاعتبار للاعلام الثقافي في الجزائر الذي طالما كان غائبا عن اولويات واهتمام القطاع السمعي البصري العمومي، اشرف وزير الاتصال حميد جرين